أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن مركز الاتصال الوطني سيباشر مهامه فور إنشائه وتنظيم أعماله بمرسوم ملكي كجهة حكومية تتبع مباشرة الوزير المختص بشؤون الإعلام. سعادة الوزير أشار إلى الانتهاء من تدشين مبنى متكامل ومجهز بكافة الإمكانات الفنية والتقنية والهندسية كمقر للمركز داخل مجمع الوزارة، بما يمكنه من أداء صلاحياته على أسس إعلامية علمية حديثة. وأشاد الوزير بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء وتنظيم المركز، بحيث يتولى رصد وتجميع المعلومات وتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وزيادة فعاليته داخليا وخارجيا وفق منهجية وآلية متطورة ومتكاملة.